سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم ربيعه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هذا المحبه للشرب، محبه خطيره خطيره والله العظيم البنات. هذه الوصفه من احسن الوصفات ديال الشرب، ديروها وردوا عليا الخبار، نتوما اللي عتصايبوها وانتوما اللي عتحكموا على النتيجه ماشي انا. جربوها وردوا عليا الخبر، من الاستعمال الاول غتعطيك نتيجه روعه، وغتلاحظي الفرق في الزوج ديالك ولا في الحبيب ديالك وفي الطاعه، كيفاش غيولي يطيعك وفي المحبه وفي الهضره اللي غيولي يسمع ليك، وكيفاش غادي يولي غادي معاك غير من تحت الريح، واي حاجه قلتيها ما يردهاش ليك في وجهك. وصفه فعلا تاركه، وصفه غزاله وناجحه بكل المقاييس، وخا نعيا نشكرها ما نعطيهاش حقها. نتوما اللي غادي تحكموا. تبعوا معايا البنات الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش لايكات وبارطاج والتعاليق الغزاله ديالكم كيف العاده. بالنسبه للبنات بزاف مقصرين معايا من جهه اللايكات، حاولوا البنات ولا الرجال اي واحد يشوف الفيديو ما يخسر والو يدير لايك فضلا منكم باش الفيديو يطلع لاكبر عدد ديال المشاهدات. وبلا ما نطول عليكم، الرقم ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو، حاولوا تخليوا لي اوديو ولا ميساج، واكيد اكيد غنجاوبكم وغنتواصل معاكم. وبلا ما نطول عليكم، شنو كنجيبوا لهاد الوصفه؟ هاد الوصفه كنجيبوا ليها طوبه ديال السكر، طوبه ديال السكر، سكر قطع عادي، ولا كانت عندكم طوبه ديال السكر تاع القالب ماشي مشكل، حتى هي يمكن لكم ديروها. غادي تشدوا هاد السكره هادي وغديروها في واحد التويب ديال الفاصمه ابيض، وتخشيوها في بزولتكم اليمنيه، يعني ديروها في الجهه اليمنيه، تخشيوها في صدركم في السوتيانات ديالكم في الجهه اليمنى ماشي في اليسرى، ديروها في الجهه اليمنى وتلفوا عليها داك التويب، تخليوها لحقاش عيب باش ما تجرحكمش، وتخشيوها في الحم ديالكم، يعني تقيس الحم ديالكم وتقيس العرق ديالكم هاد الطوبه هادي ديال السكر. ملي كتخشيوها البنات كتخليوها تبات ليله كامله في البزوله ديالكم، غد ليه في الصباح كتحيدوها، في الليل ملي يوصل الليل غادي تعاودوا نفس القطعه، هي نفسها غتخبيوها في الصباح، وفي الليل عتعاودوا ملي تبغيو تنعسوا ديروها في البزوله ديالكم، ديروها في الصدر ديالكم جهه اليمنى. لغد ليه ديروها النهار الثالث، ديروها في البزوله ديالكم الجهه اليمنى، نفس الشيء، يعني نفس العمليه تعاودوها المده ديال 3 ايام. تنتمنى تكونوا فهمتوا عليا الطريقه. ديروها النهار الاول تبيتوها في البزوله ديالكم، النهار الثاني كذلك، النهار الثالث كذلك، تبيتوها في البزوله ديالكم اليمنيه، وانتم ملوينها في واحد الفاصمه، يعني تحطوها غير من الليل لليل، في الصباح تحيدوها، في الليل تردوها، في الصباح تحيدوها، النهار الثالث نفس الشيء. المهم ملي تديروا هاد المرحله هذه، صافي النهار الثالث ملي الغد ليه كتحيدوها في الصباح، كتاخذوها وكتهرسوها، ضربوها بشي حاجه كتهرس، حاولوا ديروها قطع صغيره تولي عندكم ديال هاد السكر. هاد السكر هذا شنو غديروا به البنات؟ اي مشروب بغيتي تعطيه للزوج ديالك غتاخدي طريف من هذاك اللي قطعتي، كديروها في شي بواطه وتحتفظوا بها عندكم، كتهزي واحد الطريف وكتلحسيه بلسانك، يعني ديري فيه الريق ديالك، ديري فيه شويه ديال الريق وتلوحيه ليه في الماكله ولا في العصير، يعني ديريه في ديري في عصير، ديري في اتاي، ديري في القهوه، ديري في اي مشروب. القهوه الا كانت بالحليب، الا كانت القهوه كحله ما ديروش فيها البنات، ماشي غير هذه الوصفه، اي محبه ديال الشرب ما تدارش في القهوه كحله. الخيوبه والتوكالات يعوذ بالله هما اللي كيداروا في القهوه كحله، اما المحبه ما كدارش في القهوه كحله، كدار في قهوه تكون مخلطه مع الحليب، ولا في الحليب ولا في العصير ولا اي حاجه حلوه غادي يشربها، ديري ليه فيها طريف من هاد السكر. مثلا الا كنتي غتعمري ليه بريريت ديال اتاي ولا غتحطي ليه كاس تاع اتاي، ماشي ضروري ديري غير هاد السكر هذا، يعني باش هاد السكر هذا يطول معاك، يعني خصو يتشرب بشكل يومي، ماشي ديري القطعه كامله وتبقاي فهمتوني البنات،
ديروا السكر ديالكم القياس تاعكم، وعاد ديروا طريف من هذا، مثلا قهوة بالحليب غديري فيها طريف من السكر العادي بحال اللي غتقدميها ليه، وتزيدي فيها واحد الفرتوتة من هاد السكر هذا، يعني اللي عاد تلحسي بلسانك وتلوحيها ليه. مفهوم عليا البنات؟ طريقة سهلة بسيطة ما فيها حتى شي إشكال، ولكن إلا تبعتوها وعاودتوها البنات والله العظيم طاعة عمياء ومحبة وكل شيء مجموع فيها. كيف قلت لكم البنات، كتفرتوا هاد السكر هذا وكديروه في شي بويطة عندكم، وكتبداو كل مرة كل نهار تهزو، كل نهار تهزو ديروا ليه شوية في الماكلة ديالو. هاد السكر هذا ما كان مخصوش يتشرب في مرة ولا في يومين ولا 3 ايام، كديروا على الاقل يعطيكم واحد 10 ديال الطريفات ولا 15 طرف، وتبداو كل نهار كل نهار كل نهار من حدو كيشرب هاد السكر هذا، وكيسري ليه مع الذات ديالو، وهو كتزاد المحبة وكتزاد الطاعة وكتزاد كتزاد المحبة بيناتكم. وضروري ضروري تلحسيه بلسانك ولا تقيسيه بشوية ديال الريق ديالك. مفهوم عليا البنات؟ ديروا ريقوه شوية بفمكم بلسانكم، ريقوه شوية عاد لوحوه ليه في هذا. والبنات واخا تكونوا كتعرقوا ويقيسوا العرق راه مزيان، يعني واخا يخرج فيه العرق ديالكم هاد السكر هذا ملي تكونوا ناعسين، راه مزيان مزيان مزيان. محبة اللي كانوا كيديروها الجدات شحال هادي، كانوا الجدات كيبيتوه تحت البزولة ديالهم، يعني كانوا الجدات ما كيديروش لا سوتيانات لا والو، كتخشيه تحت بزولتها وكتحزم عليه بشي فولار وكتبات بيه، ولغد ليه كتحيدو عامر بالعرق عامر بالعرق، وكتاخدو كتبدا تعطيه للزوج ديالها تهرسو، كان عايز سكر ديال القالب وتتهرسو وتتعطيه لراجلها في هذا، وكان يسمع ليها ويطيعها ويشاورها في الصغيرة والكبيرة، ويشري ليها أي حاجة طلباتها منه ما يقولش ليها لا نهائيا. ديروها البنات إلا قدرتو تحطوه على الجسم ديالكم بلا ما تلويوه في التوب أحسن، ما قدرتوش لويوه في التويب ديال الفاصمة باش يجيكم رطب على لحمكم وصافي، وديروه وطبقوا الوصفة. بغيتكم من قلبي أنكم ديروا هذه الوصفة هذه، راها غزالة وراها مجربة مرارا وتتعطي النتيجة ديالها، وأنا راني فايتة منزلها على القناة وقلت ما فيها باش نولي نذكركم بها، ونولي يعني ما تضيعوهاش هذه الوصفة هذه، حاولوا أنكم تطبقوها. وهذه هي الوصفة ديال اليوم، غزالة غزالة غزالة. إلى عجبكم الفيديو خليوا لي اللايكات ديالكم، وديروا البارتاج، وديروا التعليقات ديالكم. فضلا منكم البنات كاملين تنحمق عليكم، البنات القدام والبنات الجداد على قناتي، بوسة كبيرة ليكم كاملين، وتهلاو في راسكم. بسلامة، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.